السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بال مرتاح. تربية الأولاد مسؤولية كبيرة أولاها الله سبحانه وتعالى للآباء، فالأب والأم مسؤولان بالدرجة الأولى عن تلك المهمة العظيمة التي يكون لها أثرها على تماسك الأسرة أو تفككها، ومن ثم إصلاح المجتمع أو الإفساد فيه. كل أب مسلم وكل أم مسلمة وبالفطرة يرغب كل منهما أن يكون أولادهما في أحسن حال، ومن جميع النواحي من الصحية والسلوكية والصلاح والتقى يحاط كل ذلك بمجموعة من القيم والعادات والتقاليد الحقيقة يجب أن تحكمها تعاليم الإسلام. في حلقتنا الليلة نناقش معكم مشاهدينا الكرام قضية الاستعانة بخادمة غير مسلمة أو مربية أو عاملة منزل أو مدبرة منزل على اختلاف المسميات لتربية الأولاد لانشغال الزوجة بالعمل من خلال هذه القصة التي بين أيدينا. تقول السيدة سناء: أنا عمري 30 سنة، سيدة أعمال، متزوجة، زوجي وليد رجل أعمال وربنا فاتح عليه وكرمه من وسع. عندنا ولد وبنت، طارق 6 سنين وشيماء عندها 4 سنوات. زوجي وأولادي وشغلي أهم حاجة في حياتي، لكن عندي مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي بسبب شغلي وتربية الأولاد. تقول سناء: أنا شغلي بيبدأ من 8 صباحا ل7 مساء تقريبا، وساعات بتأخر شوية كمان. إحنا عندنا خادمة من الفلبين قاعدة مع الأولاد طول النهار، بتجهزهم للمدرسة والحضانة، بتهتم بكل أمورهم، أكل وشرب، بتلبلهم كل احتياجاتهم، ما عندناش أي مشكلة أبدا. زوجي عايز يمشي الخادمة ويقعدني في البيت أربي الولاد بحجة إنهم محتاجيني وأنا لا يمكن أضيع مستقبلي وأقعد في البيت. ده كان من طرف الزوجة الأستاذة سناء. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام معا في هذا التسجيل ماذا يقول الزوج. أنا أهم حاجة في حياتي أولادي، إن أنا أربيهم على الدين والقيم الإسلامية. مشكلة إن زوجتي مصرة تسيب الأولاد مع الخادمة الفلبينية هي اللي بتربيهم، ودي مشكلة كبيرة بالنسبة لي، لأن هي بوذية مش مسلمة أولا، مش مرتاح لوجودها في بيتي، أولادي هيطلعوا مش عارفين دينهم، ما عندهمش أي قيم إسلامية، حتى اللغة العربية عندهم بقت ضايعة يعني بسبب غياب والدتهم، وبقوا بيتفاهموا مع الفلبينية بلغتها أسهل ليهم من العربي. يعني زوجتي بتقول لي دي بنت طيبة وبتسمع الكلام وبتربي الأولاد من صغرهم ومش هينفع أغيرها، والموضوع عاملنا مشكلة ونكد كبير في البيت كل يوم. أنا مش عايز الخادمة دي ولا عايز غيرها، يعني أنا عايز زوجتي تقعد تربي الأولاد. هي مصممة إن هي تشتغل وتكمل في مشروعها، سيدة أعمال ناجحة في شغلها، لكن البيت والأولاد بالنسبة لي أهم من أي شغل وأهم من أي فلوس، خصوصا أنا الحمد لله مقتدر وقائم على مصاريفها ومصاريف الأولاد بالكامل، بس هي عايزة تثبت ذاتها وتحقق نجاحها. أنا شايف إن ده على حساب تربية الأولاد. إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع سيشارك معنا الدكتور عادل الحمد الأمين المساعد لرابطة علماء المسلمين، والدكتورة سارة صبري أخصائية اجتماعية وتربوية، وأيضا الأستاذة هند محمد المعلمة المصرية مغتربة بالكويت وصاحبة تجربة في ما يتعلق بجلب خادمات واستخدام خادمات في المنزل. ربما أبدأ مع الأستاذة أو الدكتورة سارة صبري أخصائية اجتماعية وتربوية. دكتورة سارة، تحية لك في البداية. أهلا بكم. دكتورة سارة، يعني ربما تبعت هذه القصة بين الأستاذة سناء والأستاذ وليد، من وجهة نظرك من المحق ومن المخطئ في هذه المشكلة؟ الحقيقة يعني أنا دايما لما بيجيلي مشكلة من نصها بستغرب يعني هي بدأت إزاي؟ يعني هل الخادمة دي قفزت بباراشوت في البيت أم هي دخلت برضاء الزوج؟ هل ما كانش في تفكير قبل ما الخادمة دي تدخل؟ هل ما كانش في تنسيق بينهم؟ فده أول سؤال بالنسبة لي في هذه الحالة، كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ هل دخلت البيت بدون رضاك؟ الموضوع ده حصل ازاي؟ يعني لو استاذ وليد عنده اولويات
ان البيت والاطفال واللغه العربيه ليه وافق على وضع من ده زي ده من الاول. بس خلينا نقول ان يعني في مفاهيم مغلوطه واضح عند الزوجه، او في معتقدات كده هي اللي ادت للوضع الحالي ده، وواضح برضو ان الزوج ساب لها الموقف يعني تمشيه زي ما هي عاوزه، ودلوقتي جه يعترض. هي بتقول ان انا زوجي وشغلي زوجي واولادي وشغلي اهم حاجه. جميل، طيب ما يعني، لكن بعد كده بتقول انا بقعد من 7 لـ7 تقريبا، او من 8 لـ7 يعني نص اليوم. فدوت مناقض للي هي بتقوله، يعني ما تستغرق فيه وقتك وجهدك هو ده الشيء اللي انت بتحبه، هو ده الشيء الاولى بالنسبه لك، فانت يعني حطيتي وقت كبير قوي نص اليوم تقريبا في الشغل، فازاي ان اولادك وزوجك هم الاولى؟ لو جينا فصصنا يومها كده، لو هي ترجع 7 أو 8 بالليل يعني على وقت النوم الاطفال او النوم الطبيعي الساعه 10 11، هم قدامهم ساعتين علشان يشوفوا والدتهم. الساعتين دول هي بعد ما خلصت طاقتها بره البيت ويعني ايه حققت ذاتها وحققت شغلها، جايه طبعا بعد 12 ساعه دول مش قليلين، بوش مجهد. الصوره دي هتنطبع في وجهه يعني في مخيله اطفالك لفتره طويله، ممكن تدي بعض الاوامر كده السريعه علشان تبين انها مسيطره بعد غياب وقت طويل. كل ده هي متسابه مع الاطفال متسابين. اخر اليوم ده ايه؟ انت مجهده وتعبانه والاطفال شايفينك كده كل يوم، ففين ان شغل ان اولادك وزوجك هم اهم حاجه؟ يبقى احنا عندنا جزئيتين دكتورة سارة. الجزئية الأولى فكرة بعد الأم عن الأولاد طول اليوم وكل هذه الساعات من اليوم، وهذا متناقض مع ما تقوله أن زوجي وأولادي أهم حاجة في حياتي، وهي قالت شغلها، فبالتالي ربما هذا يعني هي بتقسمه بطريقتها. الجزئية الثانية هو الاستعانة بخادمة بوذية في البيت، وهي مصرة على وجودها بحجة أنها شاطرة وبتسمع الكلام ومعنا بقالها فترة طويلة. فكرة وجود خادمة في البيت هل تغني من الأساس عن الأم؟ هل الخادمة يمكن أن تحل محل الأم؟ هي بتقول ان انا ما عنديش مشكله، يعني الجمله الثانيه قالت احنا ما عندناش مشكله ابدا في البيت، احنا عندنا خادمه بتجهز الاولاد للمدارس وبتشوف على اكلهم ورعايتهم وبس، فالموضوع ما فيهوش مشكله. لحظه واحده، هو حضرتك شايفه ان الاطفال لو اكلوا وشربوا وناموا اكلوا وشربوا وناموا هو كده دي احتياجاتهم؟ يعني انا بمجرد ما البي لهم الاحتياجات الجسديه انا كده تمام و100 فل و10 ما فيش مشكله ارجع وقت ما ارجع ما دام في خادمه بتقوم؟ الخادمه دي بوذيه او مسلمه او اي حاجه؟ يعني انا طبعا البوذيه دي يعني كلنا على ديانه غير الديانه لغه غير اللغه، دي مصيبه كبيره جدا كبيره جدا. بس احنا بنتكلم حتى لو كانت الخادمه دي مسلمه، انت اولادك مش معاك، انت اولادك ما بيشوفكيش، انت اولادك بيتعلقوا وبياخدوا حنانهم وكلامهم من حد تاني غيرك، فضلا بقى عنها تبقى دي ديانه اخرى، فضلا عنها تبقى من بيئه انت اصلا ما تعرفيش عنها حاجه. فلو انت يا استاذه سناء شايفه ان ما دام في خادمه بتاكل وتشرب وتنيم، ده احنا جايبين مثلا حاجات اليفه في البيت فبنراعيها فكده كفايه؟ يعني مش شايفه مثلا ان في دور في روح ونفس واخلاق محتاجه تزرع وتهذيب؟ انت بتنظروا كانه شيء من الممتلكات محتاجين حد يراعيها وخلاص، فالخادمه تقوم بالدور ده؟ الخادمه تبقى رائعه جدا في البيت لو هي قامت بالاعمال الروتينيه من غسيل وتنظيف وكذا علشان تفرغ لك وقت تقعدي فيه مع اولادك، ساعتها يعني بها ونعم. لكن لما تبقى انت غايبه طول الوقت وسايباهم مع واحده لا يعني غير انها يعني مش على ديانتك، هي واحده تانية غيرك خالص بيتعلقوا بها يوما بعد يوم. فخليني اقول لك يا استاذ سناء ان انا جايه لك من المستقبل، بعد ما انت تكبري شويه انت تقولي مستقبلي اهم حاجه ومش عايزه اضيعه في البيت، فانا شايفه ان دور ربه الاسره ده ضياع، دي كلمه كبيره قوي يعني دي ضياع لمستقبلك. فجايه لك انا من المستقبل وهقول لك انت عندك حاجه. طب هنا طيب سأعود إليك في نقطة مهمة جدا دكتورة سارة، وهي فكرة أنه الزوجة بتحس أنها تعبت طويل تعبت تعب شديد جدا وسهرت الليالي على تعليمها وعلى شهادتها اللي وصلت ليها، سواء كانت دكتورة أو مهندسة أو غيره حتى أو سيدة أعمال، وفي الآخر ده هتقعد في البيت، طب وظيفتها إيه؟ طب أنا عملت كل ده وتعبت
عشان اقعد في البيت مع اولادي. هرجع لك في الحته ديت دكتوره ساره، ولكن ارحب بالاستاذه هند محمد، معلمة مصرية ومغتربة بالكويت وصاحب التجربة الحقيقة معنا عبر الهاتف. أستاذة هند أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هند، الحقيقة ربما تابعتي قصة الأستاذة سناء والأستاذ وليد في المشكلة معنا النهاردة. برأيك وحضرتك صاحبة تجربة، من خلال هذه التجربة الأثار المترتبة على وجود خادمة في البيت مع انشغال الأم، انشغال جزئي أو انشغال كلي عن الأبناء؟ نعم، هو في الأول بس لازم نعرف أنه في بعض الأعمال أو المهام أو الشغل لازم المرأة فيه أنها تشارك في المجتمع. ما ينفعش في حاجات زي مثلا طبيبة، زي مثلا معلمة، زي مثلا محافظة، فأنا لازم هخرج من البيت، أنا ليا دور لازم أقوم بيه، ما حدش يقدر يقوم بيه غير المرأة أو الست، تمام؟ ولكن هناك ضريبة لازم هتدفعها، سواء إذا كانت هي نفسها، سواء كانت في صحتها واهتمامها نفسها أو وكذلك ضريبة هيدفعها بيتها، سواء كان زوجها أو ولادها أو تمام؟ ده شيء يعني أساسي في الأول كده. ولكن المفروض أنا كامرأة عاملة أعمل إيه؟ التوازن بيجي هنا. يعني إزاي؟ أنا مثلا بوازن، بحط أولويات، أنا عاوز أنزل وأثبت نفسي وأشتغل وأكون امرأة عاملة وأطلع الطاقة اللي جوايا، تمام؟ ومحتاجة الفلوس كمان، لكن في نفس الوقت أعرف إن أنا أول ما هتحاسب على أولادي وزوجي وبيتي، فبعمل إيه؟ بضطر إن أنا أستعين بخادمة أو أستعين بمربية. تمام؟ وده اللي بيحصل مع اغلب الناس اللي بيشتغلوا عندهم اطفال. ففي بقى اكتر من طريقه، في مثلا ناس بدل ما بتجيب الخادمه وبتكون خايفه او كذا، هي بتودي عند مربيه او مستقبله، وغالبا مثلا في دول العربيه او دول الخليج ما بتكون مسلمه. وفي بقى الناس التانية اللي هي ايه، ما بتحبش تخرج ولادها بالصبح بدري قوي عشان ما بيبقاش تعبانين كده، ويستعينوا بالخادمة. ودي احنا بنشوفها فعلا كتير جدا جدا في دول الخليج، سواء كانوا الخلايجة نفسهم او سواء كانوا حتى المغتربات. ودي طبعا فيها مخاطر، يعني احنا شفناها بعينينا لما لقينا انه في الفترة الاخيرة بدأت يستخدموا الكاميرات الخفية اللي ممكن يحطوها بطرق معينة والخادمات ما يشوفهاش، وشفنا مهازل فيديوهات فعلا يشيب لها الوليد بكل حاجة، نفسيا وجسديا. شفنا خادمات بيعذبوا الاطفال فعليا، وشفنا الناس بتسيء المعاملة ليها وهكذا. فأنا واحدة من الناس شايفة إن أنا عندي أولويات، أنا عايز أثبت نفسي وأشتغل وأجيب دخل وكذا وكذا، بس عندي ولادي، فأنا أعمل إيه؟ أشوف الحاجة اللي تريحني وتريحهم، هجيب خادمة تنظف لي وكذا وكذا، بس في نفس الوقت ممكن أودي عند مربية. طب أنا مضطرة أجيب حد عشان بيبي صغير أو يبقى على الأقل فيه طبعا دلوقتي اللي هي مثلا الكاميرا الذكية، اللي أنا ممكن وأنا قاعدة في شغلي في دقيقة أروح دخل على البيت وأعمل كنترول للكاميرا وأشوف وبص بتعمل إيه وهكذا، وحاسبها لما اروح والكلام ده كله. بالاضافه الى حسن المعامله، لانه انا لما احسن معاملتي ليها او ممكن ان انا اكون حتى سبب ليها الهدايه. لكن مع كل ده استاذه هند، حضرتك بتقولي انه لازم الست تقوم بدورها في المجتمع، لكن هي ممكن تدفع الضريبه. بتقولي الضريبه ممكن تكون الزوج والاولاد. حضرتك مع انه الزوجه تشتغل تحت اي ظرف، لكن ممكن تحاول توفق فكرة وجود خادمة لكن بمراقبة مثلا بشكل أو بآخر. أيوة، ليه؟ لأنه زي ما بيقول هنا دايما إيه، هو شر لابد منه، أنا ما أقدرش أستغنى عنه. طيب، بس هرجع لحضرتك. نعم، هرجع لحضرتك. نرحب بالدكتور عادل الحمد، الأمين المساعد لرابطة علماء المسلمين. دكتور عادل، السلام عليكم وتحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. للسلام. حياكم الله دكتور عادل. وأنتقل من ما قالته الأستاذة هند قبل قليل، تحدثت أنه هناك ضريبة، الست من حقها تشتغل، وهي مش فقط من حقها، هي لازم تؤدي دورها في المجتمع، سواء كانت طبيبة أو مهندسة أو معلمة وغير ذلك من هذه الأمور. في المقابل هي يعني تقول أنه لابد من توازن، استجلاب خادمة للتنظيف أو ربما مربية أيضا للأولاد. هناك من يدفع الضريبة، الزوج والأولاد، ولكن
احنا بنحاول نوازن وشر لابد منهم، بنحاول نوازن لكن شر لابد منهم. كيف ترى هذا الامر دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هذا الامر يعني فيه عليه بعض الملاحظات. اولا كلمة المربية، المربية لا يمكن ان تكون هناك من مربية تربي الاطفال مثل الام، هذه واحدة. لما نقول مربية معناها ان هذه دارسة وعندها يعني شهادة في التربية وفنون التربية، متفوقة على الأم في الجانب التربية، هذه ستربي الأبناء، يمكن نقول هذا مقبول أن نقول عنها تربية. لكن الواقع يقول أن التي نسميها تربية أصلا جاءت من بيئة فقيرة، ثقافتها يعني ضحلة جدا، ديانتها قد لا تكون إسلامية، قد تكون على بوذية كما في النموذج أو غيرها. مثل هذه ما هي التربية التي ستخرجها؟ هذا يعني أن هناك خلل في مفهوم التربية، لعلنا لا نفهم ما المقصود بالتربية. ليس التربية هي تسمين ولا تلبيس ولا غسل، التربية استخراج طاقات ومواهب الطفل والعناية به وغرس قيم وأخلاق تؤمن بها الأم وليس المربية أو الخادمة. إذا كانت الأم تعتقد أن مجرد تسمينهم تلبيسهم يعني العناية بنظافتهم هذه هي التربية، فهذا مفهوم خاطئ جدا يعني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المجتمع نفسه، المجتمع هو عبارة عن مجموعة أسر مستقرة، إذا اختلت هذه الأسر اختل المجتمع. إذا خرجت المرأة من البيت وعندها مسؤوليات ستضحي في البيت ستضحي بهم من أجل المجتمع، فهي بالحقيقة تدمر المجتمع. لو كانت يعني ما عندها أطفال أو أبنائها كبار وخرجت تسد ثغرة في المجتمع، نقول جميل يعني سدت ثغرة في المجتمع، لكنها عندما تضحي بأبنائها وأسرتها من أجل المجتمع فهي تهدم المجتمع الحقيقة من جانب آخر، وهذا يعني غير صحيح. كذلك أيضا نحن نتصور أن كل من يتعلق بالطفل سيترك بصمات عليه. هل هذه الأم ارتضت بأخلاقيات وبصمات و ثقافة هذه الخادمة أو سمتها مربية وأحضرتها، هل هي ترتضي أخلاقها ودينها حتى يخرجون أبنائها مثلها؟ لأن الطفل لا يمكن أن يقبل يعني شيء مخالف لمن تربي عليه سواء الأم أو المربية. هذه في الفترة الطفولة المبكرة من الولادة إلى 7 سنين سيكون لصيق بالمرأة التي سيأخذ منها كل ما يعني ينشا عليه لاحقا. ومثل الام في هذه المرحله لا يوجد، يعني حتى الاب لا يستطيع ان يقدم في مرحله الطفوله المبكره ما تستطيع ان تقدمه الام. فعندما تتخلى الام عن هذه الفتره فتره الحضانه والتربيه الى امراه اخرى، فهي في الحقيقه تدمر ابنائها ولا تربيهم. ثم من هي المربيه التي ستعطي العاطفه والحنان والرحمة لأبنائها؟ هل يوجد في الحقيقة في الحياة من تستطيع أن تفعل هذا؟ لا يوجد. وما الكلام الذي ذكرته الأخت الفاضلة عن قضية الكاميرات الخفية إلا لأن الواقع أثبت أن هؤلاء يعني يضرون الأطفال، فلماذا نكرر؟ ولا يوجد شيء اسمه شر لابد منه، وإنما هناك خير نحن أضعناه، فهي باستطاعتها أن تربي أبنائها، وإذا كبروا الأبناء التفتت إلى المجتمع. وحقيقة مواهب الأم تظهر في تربية الأجيال. هل تظهر هذه الأم فعلا مثقفة عندها يعني فنون تربية؟ عندما ننظر إلى أبنائها وطريقة تربيتهم تربيتها لهم، هنا نقول والله هذه الأم فعلا نجحت في تربية الأبناء. ما عدا ذلك فهي في الحقيقة تدفع بأطفالها إلى المجتمع من غير تربية، فتهدم المجتمعات من حيث لا تشعر. يعني دكتور عادل، الجلوس لتربية الأبناء في المنزل أولى من العمل، حتى لو كان العمل هو مساهمة من الأم أو من الزوجة في إصلاح المجتمع، حتى أذهب للأستاذ هند مرة أخرى. نعم صحيح، هذا هو صحيح، أن الأبناء مقدم يعني تربيتهم وتنشئتهم خاصة في فترة الطفولة المبكرة مقدمة على خدمة المجتمع، بل هي الخدمة الحقيقية التي تقدمها الأم للمجتمع
أن تربي هؤلاء الأبناء لا طيب. يخرجون لنا بعد ذلك مجرمين. أعود للأستاذ هند بهذا. أستاذ هند، إذن الخدمة التي تقدمها الأم للمجتمع هي تربية الأولاد، وليس ربما يعني حتى بالقياس تربية الأبناء أولى كما قال الدكتور عادل من ذهاب المرأة للعمل وترك الأولاد لغير الأم هي من تربي. الحقيقة أنا لا أختلف معاه يعني أستاذنا الفاضل دكتور عادل طبعا، ولكن في بعض الظروف التي تضطر الأم أنها تخرج. في بعض الظروف زي مثلا أن الزوج يكون غير قادر، زي مثلا أنه يكون أصلا مش موجود، زي مثلا أن الأم يكون عندها طاقة وعايزة تطلعها، يعني بعض الظروف اللي بتضطر الأم أنها فعلا تخرج. هل دكتور عادل معلش معذرة أستاذ هند، هل دكتور عادل فكرة أن الأم عندها طاقة يصوغ لها أن تذهب للعمل وتترك أولادها؟ يعني هي ذكرت ربما جزئيتين، جزئية أن الزوج غير قادر أو غير موجود، والجزئية الثالثة أنه عندها طاقة. طبعا إذا وضعنا مثل هذه الظروف قد نجد لها حلول أخرى. يعني الطاقة يمكن أن تنتج لنا طاقة في داخل البيت، يعني هذه الأم التي تمتلك طاقة لو فتحت لنفسها حضانة أو روضة صغيرة لمن تعرف في البيت، أخرجت طاقتها وأنشأت لنا أجيال عظيمة جدا، أبنائها وأبناء جاراتها أو أخواتها أو قريباتها، هذه طاقة خرجت. وفي نفس الوقت سدت حاجتها في البيت من المال بتنشئة أجيال فعلا عظيمة. الزوج الذي يعني عنده ظروف، احنا أحيانا قد نحاول أن يعني تكون حياتنا مثل حياة المرفهين، فنعتبر بهذا المقياس أن احنا فقراء، والحقيقة قد لا يكون ذلك. ما هي الظروف وكيف نعالجها؟ كل مشكلة عندما نضع يدنا على حقيقة المشكلة يمكن نضع لها علاج، ثم الاستثناءات أقل من الواقع. يعني هذه الاستثناءات سنستثنيها، لكن واقعيا غالب من تخرج من بيتها للعمل ليس بسبب الظروف، ليس بسبب عندها طاقة، ولكنها فضلت العمل على البيت والأولاد. طيب إذن أعود مرة أخرى للدكتورة سارة صبري. دكتورة سارة، كنت قد سألتك قبل قليل عن ربما الاضطراب الذي يشوب بعض الزوجات بأنه هي تعلمت مراحل تعليمية مختلفة وتعبت وسهرت ليالي أثناء تعليمها، ثم خرجت بنتيجة وهي شهادة جامعية كبيرة، ولكن النتيجة الأخيرة أنها تزوجت وعندها أولاد ومضطرة تقعد في البيت فيحدث هذا الاضطراب. ماذا أفعل؟ أعمل بهذه الشهادة اللي تعبت عليها أو أقعد مع أولادي؟ طيب يعني أنا مثال على هذا اللي حضرتك بتقوله، أنا خريجة كلية صيدلة وما عنديش أي غضاضة أن أنا أجلس في البيت وأربي أولادي. يعني أنا الحمد لله تعلمت لله وطلبت العلم لله، وعلشان أما يكون عندي أولاد أستطيع أن أدرسهم في البيت وأهتم بهم، وشغلت وقتي في طاعة الله في العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فبالتالي أنا هذا الوقت لم يضع هباء. يعني لا يعني مش غايته في الآخر إن أنا أشتغل، أنا نفعت نفسي ونفعت أولادي بعلمي وعرفت أدير البيت بالعلم الحمد لله. فموضوع ان هو يطلع فلوس دوت مش لازم. هي اختنا عندي قالت بس كلمة اثبت نفسي، وانا بخاف من المفاهيم اللي بتيجي من تحت لتحت. يعني ايه اثبت نفسي؟ يعني عارفة مفاهيم strong independent woman واثبت نفسي طب يعني هل وجودك في البيت لا يعني لا يثبتك؟ الخلل هنا بقى في ايه؟ ان انت بتعتقد ان انا بثبت نفسي لما اقدم منتج يراه الناس. ايه المنتج اللي يراه الناس لما اشتغل؟ ان انا التايتل الفلاني، او ان انا بشتغل في كذا 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 وبطلع راتب شهري مرئي كل شهر. لكن انا كفي البيت محدش عارف انا بقدم ايه، وللاسف الاعلام الغربي يبين بقى المراه اللي في البيت ديت يعني ايه كم مهمل، ما بتقدمش حاجه، مع انها هي اللي بتبني الروح والمشاعر والعقليه والثقافه في اولادها. يعني هي اللي بتقدم الافراد اللي هيتبني عليهم المجتمع، هي المصنع. لكن لأن المجهود هذا لا يرى إلا بعد 15 20 سنة، بعد ما يبقى ثمرة كده تقدمها للمجتمع كشاب يقوم عليه المجتمع، دي ما بتتشافش على طول، فبالتالي هي قاعدة في البيت ما بتثبتش نفسها. سبحان الله، يعني ديننا الحمد لله وضع كل حاجة في نصابها، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعايتها، وتبقى ذنب كبير وذنب مضاعف ومصيبة كبيرة لما ما تبقاش مضطرة.
يعني طبعا الضرورات تبيح المحظورات، ما فيش زوج ما فيش كذا وهي العائل الوحيد، ده شيء مفهوم جدا ومقدر. لكن لما يبقى الطبيعي ان في زوج زي استاذ وليد الحاله اللي معانا بيقول انا اصلا مقتدر وبقول لها اتفضلي اقعدي في البيت وانت ليس لك حاجه في العمل الا مفاهيم مصنوعه من الغرب، اثبتي ذاتك اثبتي ذاتك. ما معنى اثبتي ذاتك؟ يعني هل انت في البيت صفر؟ طيب حضرتك عندك طاقه ما شاء الله ومحتاجه تصرفيها في مكان ما، اعملي، وليس لكن ليس هذه الساعات الطويله، ليس 12 ساعه، ليس نصف يومك. روحي الشغل معاهم وارجعي اما اطفالك يرجعوا يلاقوكي في البيت. شغلك لو استهلك 4 5 ساعات 6 ساعات وقت المدرسه ويرجعوا يلاقوا الام التي تحضن والام التي تبتسم والام التي تسالهم عن يومهم، كيف كان يومكم، وتسالهم عن تفاصيل حياتهم وتعطيهم هذا الدفء والاحتواء. احد البنات، احد السيدات الكبار تحكي تقول ان صوت ابي وهو يحكي لنا قصه وهو ياخذنا الى المدرسه صباحا او في الرحلات او في يعني المشاوير، صوته هذا الهادئ الجميل اغلى من كنوز الدنيا. هذه الاشياء التي لا ترى، هي اشياء لا تشترى. تاني حاجه، انت عايزه تشتغلي ليه؟ يعني برضو كوني صريحه مع نفسك، ويعني ايه الصدق يهدي الى البر ويهدي الى الجنه. انا عايزه اشتغل ليه؟ علشان فعلا ذاتي، طب انا الحمد لله ربنا قال لي ان ذاتي في البيت هي يعني اكثر ما اتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، واكبر وظيفه هي تنشئه الفرد المسلم. ولا انت بتشتغل عشان يبقى عندك فيلا، عربيه، شاليه، ازود الرفاهيه؟ فانا موضوع الرفاهيه ده بقى بيعمل عليا ضغوط، لا انا ما عنديش كذا وكذا وكذا، ومش عارفه اجيب لاولادي 10 اطقم ملابس بدل طقمين، انا مش عارفه اوديهم 4 تمارين بدل تمرين. فانت كده بتخترعي لنفسك حاجات غير اساسيه وغير ضروريه علشان تخرجي بيها. سبحان الله، فانت عماله تزدادي في المال تزدادي في المال او تزدادي في الاسم، لكن في الاخر هتصرفي بقى المال دوت لما تقعدي لوحدك في دار مسنين، ما اولادك ما شكوكيش، ما هذه الدوامات الطويله. انت واحده بتيجي اخر الليل ساعتين، لو زي الحاله اللي معانا واحده بتيجي الساعه 7 او 8 بالليل، بيشوفوكي ساعتين، هم بيشوفوا الخادمه اطول، بيشوفوها وحبوها وكلمتهم وحضنتهم ولبستهم وبصت في وشهم فترات طويله اكتر مني. فانت مالكيش رصيد طيب. فعلي عندهم. وانت طيب وصلت الفكره دي، وصلت هذه الفكره دكتوره ساره. اعود لي الاستاذه هند مره اخرى. استاذه هند، اذا للبحث عن الرفاهيه، هل توافقي استاذه هند على ان الزوجه تعمل، او الام الحقيقه، وهنا نتحدث عن الام كأم هذه الوظيفه العظيمه، انها تعمل لتحقيق الرفاهيه ولتحقيق الذات على حساب اولادها؟ انا قلت لحضرتك انه الواحده العاقله المفروض ان هي يبقى عندها اولويات. انا ايه اولوياتي؟ ايوه انا اولوياتي بيتي وزوجي واولادي، ولكن في بعض الاحيان زي ما قلت انه ساعات بضطر ان انا انزل العمل لعدم يعني توافر الاساسيات. وده يعني انا واحده كمثلا مغتربه في دوله خليجيه، ده حقيقي. يعني راتب الزوج مثلا فعلا فعلا لا ما بيقضيش، فانا فعلا بضطر انزل. يعني ممكن راتب الزوج مثلا مثلا يعني يدوب على الايجار ونص الشهر مثلا مصاريف. طب فين المدرسه؟ طب فين بقيت نص الشهر؟ طب فين تذاكر النزول؟ طب فين كذا؟ يعني حاجات كتير، وخصوصا ان احنا مغتربين، يعني المفروض ان حتى على الاقل يبقى معايا يعني زي ما بيقولوا ايه قرش انزل بيه. ففي بعض الامور انا ببقى مضطره، انا مش عايشه في بيتي اللي هو بدون ايجار، ان انا مثلا عندي تمويني، ان انا عندي، لا، في بعض الظروف او بعض الحالات انا مضطره انزل، مش رفاهيه. لكن موضوع الرفاهيه لا، انا معاك جدا طبعا، انه لو انا فعلا الحمد لله مقتدره زي حاله الاخت، لو انا مقتدره او كده، لا انا اقعد في بيتي وتربيتي لبيتي وعيالي، وحتى لو عندي طاقه وكده ممكن فعلا انزل زي ما الدكتوره جزاها الله خير قالت، ممكن افضيها في مثلا جمعيات خيريه وهكذا. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ انه ساعات فعلا انا ببقى مضطره انزل، انا مضطره انزل. طب اعمل ايه مع اولادي؟ وعشان كده انا اول ما اتكلمت قلت ايه، المراه اللي بتنزل هي بتدفع ضريبه، هي بتدفع ضريبه. لكن انا لما بنزل وبستعين بالله عز وجل وبخلص النيه وكذا، انا متاكده ان ربنا مش هيخذلها، ولا ان هي في يوم من الايام ممكن انه يعني يخلي ولادها يرموها، او بالعكس ده ولادها هيشوفها قد ايه تعبانه عشانهم، طالما الواحد يعني بيعمل وبيخلص النيه. لكن انا مضطره في بعض الاحيان بكون مضطره، اما لو انا مش مضطره
فطبعا هي من وجهة نظري والله أعلم أنها ممكن تكون فعلا آثمة ويكون اللي هي بتعمله طيب. ضرر أكتر من الإصلاح. إذن هذه النقطة الأولى أستاذ هند. النقطة الأخرى وحضرتك صاحبة تجربة وربما يعني عشت هذه الأجواء وربما أجواء مشابهة في هذه الدولة الخليجية التي تعيشين فيها، آثار وجود مربية أو خادمة في المنزل على سلوكيات الأطفال وربما السلوكيات التي ترتكبها بعض الخادمات تجاه الأطفال، ربما يعني كيف تلخصيها في دقيقة؟ من أخطرها طبعا، أخطرها وأصعبها وأبشعها السلوكيات العقائدية. يعني ممكن تلاقي مثلا الولد بيقعد يعمل حركات الصليب وهو لا يدري، لكن يعني مثلا حتى مش الخادمة كمان يا أستاذي، يعني حتى مثلا في بعض الناس بيودوا في مدرسة هنا مثلا مدرسة راهبات، فتلاقي الولاد وهم صغيرين في مدرسة راهبات ويشوفوا الراهبات ولبسهم وبيعملوا الحركات بتاعهم، فتلقائي بيطلعوا يعملوا بعض الحركات دي مع برضه عدم وجود الأم وعدم وجود المراقبة بتاعتها، فدي كارثة. يعني ما يعني أهم حاجة موضوع العقادية، ممكن تتلخبط عند الولد ويقعد. يعني مثلا أنا مرة ابني برضه جاي يقول لي، كان مصاحب ولد فبيقول لي كان بيقسم بالمسيح، فدي عقائديات لازم الواحد يكون منتبه جدا جدا ليها، لان احنا اصلا بنتجوز وبنخلف ليه؟ عشان رقم واحد اعمار الارض بما يرضي الله، رقم اتنين بنلاقي فيه سلوكيات يعني بتوجع قلب الام لما تلاقي الابن او الولد مرتبط بالخادمه اكتر منها ما مرتبط بالام. دي اي ام طبعا اكيد بتحسها وبتشوفها، دي سلوك قاسي على الام يعني لو هي يعني فعلا حاسه بالموضوع ده. برضو بقى في بعض السلوكيات يعني زي ما قلت اللي بتكشفها الكاميرات استاذ هند، ماذا تكشف الكاميرات؟ شفنا ايوه يعني انا واحده من الناس شفت مره كانت في واحده صاحبتنا بتحكي انه ابنها كان بيخاف جدا يتكلم معاها، بيخاف جدا ووصل لدرجه انه بيتهته في الكلام ما بيعرفش يعبر والكلام ده كله، فبدات تحط كاميرات فاكتشفت ان الخادمه بتعذبه بتضربه ضرب رهيب، وخصوصا مثلا لو مثلا عمل حاجه غلط او وقع على نفسه وهو بياكل او مثلا مش عارف ايه، فكان في ضرب غير طبيعي. مره برضو في خادمه برضو كانت يعني بتحط حاجات مش كويسه للولاد في الاكل، منوم او كده عشان يدنهم نايمين وما تزعجش نفسها وهي تقعد براحتها في البيت. يعني حاجات بقى من هذا القبيل، ممكن يحط حاجات مش كويسه في المطبخ وهي بتطبخ وهكذا يعني. طيب وصلت الفكره استاذ هند. اعود مره اخرى للدكتور عادل الحمد. اذا دكتور عادل، تحدثت الاستاذه هند عن نقطة الاولى الحقيقه اريد ان اثيرها معك، وهي فكره حاله الاضطرار، اضطرار الزوجه ان تعمل لضيق العيش، الزوج ربما راتبه لا يكفي حتى نصف الشهر فهي تعين زوجها على مصاريف البيت. نعم هناك حالات اضطرار، هناك فقر في الدنيا الى يوم القيامه، لكن معالجه هذا الفقر لا يكون على حساب ضياع الاولاد. يعني يمكن ان تعمل المراه اعمال في أوقات محددة، عندما يعني تأخذ جزء من النهار تعمل فيها وتكون موجودة متواجدة يعني في البيت مع أولادها وقت أطول من الحالة التي سمعناها. يمكن أن تقوم بأعمال اليوم تساعدها من داخل البيت، اليوم العالم كله يعمل من داخل البيت لا يحتاج أن تخرج، بإمكانها أن تعمل اليوم أعمال من داخل البيت، بإمكانها أن تبدع فيها. طب لو اضطرت للخروج دكتور، لو اضطرت للخروج فإنها تأخذ أكثر وقت يمكن أن تخرج وترجع مرة ثانية إلى البيت، مع العلم أنها إذا خرجت وجاءت ترجع ستصاب بحالة من الاضطراب النفسي. هذا الاضطراب النفسي لا يقع إلا عند الموظفات يعني الأمهات اللاتي يعملن خارج البيت، ولا يقع عند الرجل، يقع عند المرأة فقط، لأنها لما ترجع من العمل وهي مرهقة جدا متعبة تفكر ماذا ستفعل لأولادها، بخلاف الرجل عندما يرجع من العمل متعب يفكر كيف يرتاح فقط، أما هي ستبدأ دوامة جديدة في البيت فلن تنتج في الحقيقة بل ستدمر. فهي من أجل المال، من أجل أن تحصل على المال وتعين نفسها وتعين أولادها دمرتهم من حيث لا تشعر. هذا الاضطرار ينبغي أن يقدر بقدر وأن تخرج بساعات محددة تعمل أعمال قليلة
يعني عدد ساعاتها قليلة وليس أعمال طويلة جدا ترهقها وترهق جسدها. طيب دكتور عادل، هناك نقطة رئيسية الحقيقة في هذه الحالة التي معنا ونريد أن نسلط عليها الضوء بشكل قوي لأنها مهمة جدا، خطورة الاستعانة بمربية غير مسلمة. هذه الحالة معنا خادمة بوذية، خطورة ذلك على البيت وعلى الأولاد بشكل خاص. طبعا كل إنسان سيترك معتقداته أفكاره ما عنده على من يربيه، ولذلك مدح الله عز وجل مريم بأنه جعل لها من يربيها وزكريا وكفلها زكريا، وزكريا نبي من الأنبياء رب مريم، فخرجت آثار تربيتها على مريم وأصبحت يعني من نساء سيدات نساء الجنة. فالبوذية هذه ستعلم هذا الطفل أخلاقيات أهل بوذا، عقائد أهل بوذا، ولن تخرج هذه الأخلاقيات وهذه العقائد أمام الأم في السنوات الأولى، وإنما ستكبر معه، فقد ينحرف ويصاب بالإلحاد الذي نعاني منه اليوم في يعني بيئات الشباب عموما من الذكور الإناث، موضوع الإلحاد والانحراف العقدي، هذا من أخطر الأمور على أبنائنا من قبل الخادمات. ولا نتوقع أن تربيهم على الأخلاق الإسلامية، لا نتوقع أن تربيهم على الأخلاق الفاضلة، لأن بالنسبة لها هذه ليست شيء ولا يعني تعتبر قيمة تدعو إليها، وإنما ستعلم أبنائنا ما تربت عليه. هذا إذا قلنا أن هذه الخادمة أصلا عندها ثقافة، وإلا فنحن نعلم أن التي تأتي وتترك بلدها لتعمل عندنا هي يعني امرأة لا ثقافة عندها جيدة ولا عندها يعني علم جيد، فكيف ستربي وهي ضحلة لا ثقافة ولا شيء؟ كيف ستربي أبناء وتخرج لنا أبناء صالحين بمستوى راقي من الثقافة والعلم والأدب والأخلاق وهي أصلا ما تركت بيئتها إلا لأنها يعني ضعيفة جدا في حياتها هناك؟ الخطر عظيم فكرة على عقيدتهم وأخلاقهم. سأعود عليك بكلمة أخيرة ونصيحة توجهها دكتور عادل للزوجة، لكن نعود للدكتورة سارة صبري. دكتورة سارة، فكرة الخصوصية، خصوصية البيت والحياة الاجتماعية داخل الأسرة بين الأب والأم والأولاد، هل يمكن الحفاظ عليها في ظل وجود خادمة في البيت؟ يمكن إدارة ذلك إذا كان البيت واسعا، إذا كان البيت من طابقين، إذا كان هي لها غرفة خاصة تستطيع أن تجلس فيها بعيدا عن الاحتكاك بهم، فتأتي بس في وقت الخدمة لتخدم، أما مثلا في أوقات الليل أو أوقات الفراغ ممكن تنتقل إلى جناح آخر لها أو مكان آخر لها يكون بعيد عنهم إذا كان في الدار ساعة يعني. لكن أنا عندي تعليق على فكرة إذا كانت هي مسلمة أو بوذية، والله ليس له علاقة. أنا مررت بتجربة الخادمة، كنت في أحد البلاد العربية لكن وكنت أعمل فترة قصيرة يعني ساعتين أو كذا. الخادمة كانت مسلمة، كانت من إندونيسيا وكانت تلبس الحجاب، تقول لي يا مدام أنا ألبس هذا من أجل كفيل، أنا في بلدي في إندونيسيا لا ألبس هكذا. وفي معرض الكلام تقول ابن عمي يعمل سحر ثم يذهب إلى الكعبة أو إلى مكة يسوي عمرة وخلاص يتوب من هذا السحر. فالموضوع يعني هي مسلمة في البطاقة لكن هي أصلا لا تعرف عن الإسلام شيء غير ممكن الشهادة وفقط. فالفكرة إذا يعني لا أريد أن أحصرها في أنها بوذية، فقد يستمع يعني قد يكون في المستمعين من عندها مسلمة يقول الحمد لله أنا كده في الأمان، هي ليست بوذية فالحمد لله أنا كده في الأمان وأولادي يعني تقولي دكتورة سارة كلاهما خطر، غياب الأم خطأ، أنت أين دورك؟ شكرا جزيلا. يعني الخادمة هذه فلنعتبر أنها رائعة وكمان مربية. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا جزيلا مع أطفالك. يعني شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة سارة صبري الأخصائية الاجتماعية والتربوية. أعود إليك وأشكرك أيضا أستاذة هند محمد المعلمة المصرية، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك بكلمة دكتور عادل توجهها للأستاذة سناء صاحبة الحالة معنا في هذه الحلقة. والله يعني كلمة التي أنصح فيها أختي أن ترجع إلى بيتها وتستثمر في أبنائها، لأن أعظم استثمار حقيقي في الأبناء وهو أعظم ثروة ستحصلها هذه الأم من أبنائها في حياتها وفي الآخرة، لأن الأبناء إذا تربوا على يد الأم
أصبحوا حسنات جارية لها في حياتها وبعد مماتها. لا يفتخر أحد بشيء إذا ما يفتخر بصلاح أبنائه. فأرجو أن لا يفوتها الوقت ويأتي يوم عليها تندم وتعود أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. أشكركم جزيلا. شكرا دكتور عادل الحمد الأمين المساعد لرابطة علماء المسلمين، كنت معنا طيلة هذه الحلقة من برنامج بال مرتاح. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لضيفتي الدكتورة سارة صبري الأخصائية الاجتماعية والتربوية، الأستاذة هند محمد المعلمة المصرية، كنتم معنا في هذه الحلقة من بال مرتاح. جعل الله دائما بالكم مرتاحا. شكرا جزيلا والسلام عليكم.